وللحديث أكثر عن التطورات في إيران وسط التظاهرات معنا من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية الأستاذ صلاح أبو شريف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. منظمة العفو الدولية وثقت أسماء 44 طفلا قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الانتفاضة فضلا عن ممارسة العنف الشديد على أسر 13 من الأطفال. ماذا تعني هذه الحصيلة في إيران لغاية هذه اللحظة؟ تدل على شيء في الحقيقة، تدل على أن النظام الإيراني يواجه جيل من المتمردين الشباب الذين رفضوا نظامه ورفضوا دكتاتوريته ورفضوا كل مؤسساته. من جانب آخر تدل أن هذا النظام لا يرحم حتى الأطفال في التعامل والقمع، وهو يقتل وبشكل عشوائي كل من يخرج للشارع. والرقم الكبير اللي ذكر من قبل منظمة العفو الدولية من أطفال قتلوا على يد هذا النظام خلال الأشهر القليلة الماضية تدل على دموية هذا النظام ووحشيته في التعامل مع المتظاهرين السلميين. طيب، على ماذا تراهن حاليا السلطات الإيرانية؟ هل تعتقد أن التظاهرات في إيران يمكن أن تخف وتيرتها في ظل هذا العنف الممنهج ضد المتظاهرين؟ رهانها الوحيد هذه السلطات هو القمع والقتل، وأيضا الأساليب الأشد قهرا في معاملتها مع الشارع. هذا النظام خلال العقود الماضية أيضا مارس مثل هذه الوحشية ضد المتظاهرين، سواء في الأحواز منذ عام 2003 عندما قتل المتظاهرون في مدينة عبادان لتظاهروا من أجل المياه الشرب، من ثم 2005 في مظاهرات نيسان 2005 عندما انتفض الشعب الأحوازي قتل العشرات وأعدم بعد ذلك العشرات في الشارع علنا. هذا النظام يراهن فقط على القمع والإعدام، ويراهن بنفس الوقت على لربما سوف يأتي إرهابه بنتيجة لقمع الشارع، ولكن أعتقد هو مخطئ ومخطئ تماما. هذه الاستمرارية للمظاهرات والمسيرات والاحتجاجات وتنقلها من نقطة إلى نقطة أخرى وانتقالها من مرحلة لمرحلة ثانية تدل على أن الشارع لم يستسلم لمثل هذه الأساليب القمعية اللي مارسها حتى الآن. طيب، ما المبرر لعملية الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهر محسن شكاري؟ صحيفة تابعة للحرس الثوري تمهد اليوم لإعدام 60 آخرين، ما هي الرسائل الموجهة بين السطور من خلال هذا التهديد؟ الإعدام وسيلة من وسائل إرهاب النظام للشارع في جغرافيا إيران السياسية، وهو لتخويف المتظاهرين ولتخويف عوائلهم، وأيضا يعني لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن البيانات وفي نفس الوقت الإدانات اللي تصدر هي لا تعني إيران ولا تعني نظامه. الآن هم يقومون بمثل هذه الإعدامات لربما فرد أو نفران أو ثلاثة لربما، وسوف تزيد هذه الأعداد كلما يعني ازدادت المظاهرات واستمرت. النظام يستخدم الإعدامات كوسيلة للإرهاب والانتقام من المتظاهرين. طيب، أيضا يعني على المستوى الخارجي، هل تعتقد أن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران يمكن أن تساعد في إنهاء العنف الممارس ضد السكان اليوم؟ لها تأثير بالتأكيد، ولكن لا توقف القمع ولا توقف القتل ولا توقف ممارسات العنف اللي يمارسها النظام. النظام غير ملتزم على الإطلاق بأي من القوانين الدولية، وشاهدنا يعني خلال العقود الماضية هو مارس العديد من الانتهاكات في القانون الدولي، سواء في دول الإقليم، سواء في دول في أيضا التجارة الدولية كما ترون وتشاهدون عن خطف السفن التجارية وغير ذلك، وهو لا يعتني على الإطلاق بأي من القوانين الدولية. الإدانات اللي ربما تكون لها أثر، ولكن ليس بالأثر اللي يوقف النظام الإيراني عن جرائمه وعن أساليبه الوحشية بحق المتظاهرين السلميين. العديد من المؤسسات الغربية تقول وتؤكد أن هذه التظاهرات ليست كسابقاتها، ما المختلف فيها اليوم؟ هي محقة في ذلك. أولا الفترة الطويلة اللي يعني استمرت فيها المظاهرات
يعني شمول هذه المظاهرات لكل الأطياف والتيارات والشعوب غير الفارسية. شاهدنا فيما مضى مثلا تنتفض الأحواز أو تنتفض كردستان أو بلوشستان أو تنتفض بعض المدن الفارسية، ولكن في المرحلة الراهنة نرى أنه الانتفاضة والثورة هي من أذربيجان جنوبا شمالا وكردستان غربا وبلوشستان شرقا والأحواز في الجنوب الغربي. كل هذه الآن إضافة على المدن الفارسية هي يعني تتظاهر وتحتاج وتضرب يعني ضد هذا النظام، ومطلبها أصبح مطلب واحد هو يعني تخطي هذا النظام وإسقاط هذا النظام ووضع نهاية للديكتاتورية والإرهاب وصولا إلى حقوق سواء الشعوب غير الفارسية اللي تطالب بحق تغيير المصير أو الشعب الفارسي اللي يناضل من أجل الحرية وعيش الكريم. هذه يعني الثورات تختلف عن سابقاتها بفترة زمنها وأيضا بالأطياف والطبقات المختلفة اللي تشارك بهذه المظاهرة، ناهيك عن التأييد الدولي الإقليمي اللي يدعم هذه المظاهرات حتى هذه اللحظة، وأيضا يعني العديد من النخب اللي في الداخل الإيراني اللي أصبحت تعلن عن براءتها من هذا النظام، سواء من ضمن بدنة الحكم أو جسم النظام أو من خارجه من شخصيات ثقافية أو سياسية إعلامية أو رياضية. طيب، على مستوى علاقة إيران بروسيا اليوم، ألا ترى أن ترك المجتمع الدولي لإيران هو ما أوصل الأمور اليوم إلى هذه النقطة في تحالف إيران مع روسيا والإخلال بتعهداتها النووية؟ يعني إهمال المجتمع الدولي بالتحديد والدول الغربية على وجه الخصوص هو من يعني جرأ إيران ووقح إيران أن يقوم ببناء الميليشيات ودعم الإرهاب سواء في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وتهديد التجارة الدولية سواء في باب المندب أو مضيق هرمز وغير ذلك. نعم، الإهمال الدولي لاستمرار هذا النظام حتى اللحظة هو من أوصل النظام الإيراني أن يدخل في حرب الآن في أوروبا الشرقية بهذا الشكل ويدعم ويكون طرفا في هذه المعركة. نعم، بالتأكيد كما تفضلت، الإهمال الغربي على وجه الخصوص والمجتمع الدولي هو من يعني أوصل بإيران إلى هذا الموصل أن يدعم روسيا بالمسيرات والصواريخ، ناهيك عن تهديدها للأمن الإقليمي والدولي. طيب، يعني هل يمكن القول أن الغرب يتحضر لمعركة وجودية ضد روسيا ومن خلفها إيران المتهمة بالعنف داخليا وخارجيا؟ الغرب الآن في حالة حرب حقيقة مع روسيا ومن يتحالف معها بما فيه إيران، وما نراه من موقف الآن غربي داعم للمظاهرات في جغرافية إيران السياسية هو يأتي من هذا الإطار. يعني شاهدنا فيما مضى العديد من المظاهرات والتجمعات والتظاهرات في يعني أجزاء من جغرافية إيران السياسية على سبيل المثال الأحواز وغيرها، ولن نسمع مثل هذه ما يجري اليوم. الموقف الغربي من إيران اليوم جزء كبير منه يعود إلى موقف إيران من دعمها لروسيا وليس لعيون الشعوب غير الفارسية أو الشعب الفارسي في جغرافية إيران السياسية. الموقف الغربي هو نتيجة الموقف الإيراني وليس عداء للنظام. نعم، من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية الأستاذ صلاح أبو شريف، شكرا جزيلا لك.